بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أقام سفير المغرب بباريس شكيب بن موسى حفل استقبال بهيج، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية وشخصيات بارزة من عالم السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والإعلام. وفي كلمة بالمناسبة أبرز السيد بن موسى الدلالات العميقة لتخليد عيد العرش المجيد، مؤكدا على الروابط المتينة والتلاحم بين العرش والشعب وروابط البيعة العريقة التي تجمع الأمة بعاهلها. أنا متواجد هنا اليوم لتسليط الضوء مرة أخرى على الأهمية الكبرى التي تكتسيها الصداقة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، فنحن دولتان تجمعنا ببساطة علاقة ودية، كما أننا بلدان يواجهان كليهما التحديات العالمية الكبرى وكذا تحديات المجتمع التي نتشاركها على وجه الخصوص في قضايا التعليم. كما تعلمون إن فرنسا والمغرب يتمتعان بعلاقات خاصة وجد وطيدة وأخوية، وأنا جد مسرور بهذا باعتباري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وبالتالي فإن مثل هذه الاحتفالات تمكن من توطيد الروابط بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتميز الحفل الذي حضرته شخصيات عسكرية من مستوى عال بالاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين الذي أدتهما ببراعة مغنية فرنسية من أصل مغربي. إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك مهم للغاية، وخاصة أنه يبرز أولوية التعليم بالمغرب، وكما قال مانديلا التعليم هو أقوى سلاح لتغيير العالم، وأعتقد أنه من خلال التعليم يمكننا القيام بالعديد من الأشياء بشراكة مع المغرب. نحن لا ننكر أن المغرب شريك وبلد مهم في مجال الابتكارات، وخاصة فيما يخص الرقمنة، ولدينا في هذا المجال عدة أشياء لنتشاركها، وقد ذكر بها ميشيل بلانكي عندما تطرق إلى البرامج الممكنة حول البحث والتعليم الجامعي والعالي. وتخللت الحفل وصلات موسيقية أداها موسيقيون مغاربة بحضور العديد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، التي جاءت للتعبير عن تشبثها وولائها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعرش العلوي المجيد.